سام اور اني كونتبل ان كونتبل ناونز. يعني هنا انت كتستعملوا سام يعني بعض واني اما الاسماء اللي هي قابله للحساب كونتبل ناونز والاسماء اللي هي غير قابله للحساب ان كونتبل ناونز. امثله عندنا كونتبل ناونز يعني الاسماء القابله للحساب، مثلا كتابون، كتاباني، ثلاث كتب، ثلاث سترة، هذه راه كلمات اللي قابله للحساب. ولكن الحليب مثلا، الحليب راه كلمه غير قابله للحساب، ما كنقولوش حليب حليبان ثلاثه، لا ما نقولوش. اذا هنا عندنا الامثله، there are some oranges in the kitchen، هناك بعض البرتقالات في المطبخ. اذا علاش درنا هنا صام بعض؟ لان عندنا هنا اورانجز البرتقال قابله للحساب، برتقالة، جوج برتقالات، ثلاث برتقالات، أربعة برتقالات، لهذا استعملنا هنا صام. Are there any oranges in the kitchen؟ إذا اللي كيكون عندنا كما قلنا الكلمات اللي هي قابلة للحساب، وكتكون عندنا هي جملة ما فيها سؤال، ما فيها نفي، كنديرو صام. There are some oranges. ولكن هنا عندنا هنا أيني، واش هناك، هل هناك بعض البرتقالات في المطبخ؟ علاش درنا أيني؟ لأن هنا oranges راها كلمة قابلة للحساب، ولكن هنا عندنا سؤال. إذا ملي كيكون عندنا سؤال وكتكون عندنا كلمة قابلة للحساب، كنديرو أيني، ما كنديروش صام. Uncountable nouns يعني الكلمات غير قابلة للحساب. There is some milk in the kitchen، هناك بعض الحليب في المطبخ. علاش درنا هنا صام؟ لان عندنا هنا ميلك هو غير قابل للحساب، الحليب ما كيمكنش نحسبوه. اذا كما كنشوفوا هنا صام كنستعملوها مع الكلمات اللي هي قابله للحساب، ومع الكلمات اللي هي غير قابله للحساب. Is there any milk in the fridge؟ هل هناك، واش كاين شي حليب في الثلاجه؟ اذا هنا اني، علاش درنا اني؟ لان عندنا هنا ميلك هي كلمه غير قابله للحساب، وعندنا سؤال. اذا اني كنستعملوها مع الكلمات اللي هي قابله للحساب كيكون عندنا سؤال، ومع الكلمات اللي هي غير قابله للحساب وكيكون عندنا سؤال. There are not any oranges in the kitchen. إذا هنا any كنستعملوها أيضا بلي كيكون عندنا النفي، جملة فيها النفي، وكيكون عندنا كلمات اللي هي قابلة للحساب. ليس هناك أي برتقال في المطبخ. There is not any milk in the fridge. علاش درنا any هنا؟ لأن عندنا هنا جملة فيها النفي is not، وعندنا كلمة اللي هي غير قابلة للحساب. إذن هذه أيني أيضا كنستعملوها بلي كيكون عندنا النفي وكلمات قابلة للحساب، ولا النفي وكلمات غير قابلة للحساب. إذن exercise number one يعني التمرين رقم واحد، write true or false next to the rules below. عندنا مجموعة ديال القواعد حول هذا الصام النحني، بلي كتكون صحيح كتبوا صحيح ترو، وبلي كتكون خطأ كتبوا فولس اف. إذا رقم واحد، use some and any with countable and uncountable nouns، يعني كنستعملوا some و any مع الكلمات اللي هي قابلة للحساب والكلمات اللي هي غير قابلة للحساب. صحيح مثلا يعني بلي كيكون عندنا سؤال، are there any oranges، واش كاين هناك بعض البرتقالات، ولا is there any milk، ولا any كسكس، واش هناك بعض الكسكس، ولا بلي كيكون عندنا نيجاتيف، ها there aren't any schools، ما كاينش هناك مدارس، ولا there isn't any snow، ما كاينش هناك ثلج، لان snow غير قابل للحساب. رقم جوج، use some in negative sentences، كنستعملو some في الجمل اللي هي فيها النفي، لا خطأ صح، النفي كنستعملو any. رقم ثلاثة، use any in affirmative and interrogative sentences، يعني كنستعملو
الجمع اني في الكلمات اللي ما فيهاش النفي وفي الكلمات اللي فيها السؤال خطا مصورين على فورس يعني بالنسبه للجمل اللي ما فيهاش النفي ما كنستعملوش اني الجمل اللي ما فيهاش النفي ما كنستعملوش اني بينما كنستعملوا اني ملي كيكون عندنا سؤال are there any students واش هناك بعض التلاميذ ولا الطلبه ولا is there any spaghetti واش هناك spaghetti then exercise number 2 التمرين رقم 2 fill in the blanks with some or any عندنا مجموعه ديال الفراغات غتعمروهم ان باب سام ولا باني إذن I want to go to the market to buy some vegetables. بغيت نمشي للسوق باش نشري بعض الخضار. علاش درنا صام؟ لأن عندنا الجملة وما فيهاش النفي. وثانيا هذه vegetables يعني الخضار قابلة للحساب. قابلة للحساب. إذن B what do we need؟ ماذا نحتاج؟ A We have some potatoes, but we don't have any tomatoes. عندنا بعض البطاطس والبطاطا وما عندناش أي طماطم ولا مطيشة. علاش درنا هنا صام؟ لأن الجملة ما فيهاش النفي. وعندنا potatoes يعني البطاطس هي قابلة للحساب. بينما علاش استعملنا أني؟ لأن هذا نيجاتيف هو النفي. We don't have. وثانيا ان توميتوز هي غير قابله هي قابله للحساب اذا عندنا النفي وعندنا توميتوز طماطم قابله للحساب استعملنا اني تابع نفس التمرين اذا بي هاو اباوت كاروتس ماذا عن الجزر ولا خيزو Do we have any carrots؟ واش عندنا بعض الجزر؟ علاش درنا any؟ لأن عندنا هنا سؤال وعندنا الجزر خيزو يعني قابل للحساب كيمكن نحسبو A Now we don't have any carrots لا ما عندناش أي جزر ما عندناش خيزو But we have some green peppers ولكن عندنا بعض الفلفل الأخضر علاش درنا هنا any؟ لأن عندنا هنا النفي جملة فيها النفي وعندنا كاروتس هي كلمة قابلة للحساب كيمكن نحسبوها علاش درنا هنا صام لأن هنا ما عندناش النفي عندنا وي هاف وعندنا جرين بيبرز يعني الفلفل الأخضر هو قابل للحساب الاكسرسايز 3 يعني التمرين رقم 3 fill in the blanks with some or any يعني عندنا مجموعة ديال الفراغات غتعمروهم إما بسام ولا بإني إذن رقم واحد are there any tomatoes in the fridge واش كاين بعض البطاطس طماطم مطيشة في الثلاجة علاش درنا إني لأن هنا عندنا سؤال وعندنا هاد الطماطم هي قابلة للحساب Yes there are some نعم هناك بعض الطماطم في الثلاجة علاش درنا صام لأن هنا ما عندناش النفي وعندنا كلمة الطماطم هي قابلة للحساب Countable nouns 2 I need some vegetables for couscous أحتاج بعض الخضار للكسكس علاش درنا صام لأن هنا ما عندناش النفي وعندنا فيجيتابلز كما شفنا اللي هي قابلة للحساب كونتبل I have some tomatoes عندي بعض الطماطم يعني عندي بعض المطيشة علاش درنا صام لأن ما عندناش النفي وعندنا الطماطم اللي هي كونتبل قابلة للحساب But there aren't any turnips in the kitchen ولكن ما كاين حتى شي لفت ولا لفتة في المطبخ علاش درنا اني لان عندنا النفي دار ارنت
عندنا تورنيبس اللي هي كلمه اللي هي كونتبل قابله للحساب. دير ارونت ايني كاروتس ايضا، وايضا ما كاين حتى شي خيزو. علاش درنا ايني؟ لان عندنا نفي نيجاتيف، وعندنا كاروتس اللي هي كونتبل قابله للحساب. تابع نفس التمرين. I don't need to buy any meat. لا أحتاج لشراء أي لحم. ما غادي يمكنش نشري اللحم. علاش درنا any؟ لأن عندنا هنا نيجاتيف نفي، وعندنا meat اللحم هو uncountable غير قابل للحساب. ما كنقولش لحم واللحمان تعداد اللحوم وكذا. Because there is some in the fridge. لأن هناك بعض اللحم في الثلاجة. علاش درنا صام؟ ها؟ لأن عندنا جملة ما فيهاش النفي، وعندنا هذه صامرة يعني اللحم اللي هو uncountable غير قابل للحساب بالنسبة للإنجليزية.